السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما عملناش فيديو. النهاردة ده كان اول يوم في 2021 1 يناير. احنا طلعنا الجبل, جبل جيس هنا في راس الخيمة في الامارات. مع ان انا هنا في الامارات بقالي فترة, بس دي اول مرة اطلعه. انا بطبيعتي بحب المناطق الصحراويه والجبال اكتر من اي حاجه تانية, بس ما جاتش صدفه او ما حصلش ظروف ان احنا نطلع. دي اول مره نطلعه, كان يوم حلو جدا جدا جدا. والفيديو ده انا مجمعاه بقالي فتره طويله علشان ارفعه, وكنت محتاجه اركب له الصوت, بس للاسف حصلت ظروف ورا بعض, فطبعا هيترفع النهارده اخر يوم او اخر اسبوع في يناير. الطريق زي ما انتم شايفين كان يومها الجو صافي ورايق الحمد لله. المكان تحفة, اي حد يكون موجود هنا وما يروحوش بصراحة يبقى خسران. انا هعملها تاني وتالت وعاشر ان شاء الله ان احنا نروح هناك تاني. مناظر طبيعية حلوة قوي قوي قوي, كمان انبسطنا جدا جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي كل اللي انا شفته هناك تقريبا. انا كنت بحاول اصور على قد ما اقدر, لان طبعا المساحة بتاعت الموبايل ما كانتش مساعداني قوي, وان شاء الله ربنا يسهل كده والواحد يجيب كاميرا فتبقى ايه يبقى الصور احسن من كده كمان. بس لحد دلوقتي هي كويسة ماشي الحال. الطريق سهل ما فيهوش اي صعوبات, هو جبل وكل حاجة, بس سلس, مش طالع يعني مش طالع بكيرف بانحراف عالي, لا الطريق ممهد, وان انت بتطلع اصلا مش بتحس ان انت بتطلع جبل. يعني انا روحت قبل كده جبل حفيد في العين, الطلعة بتاعته صعبة والنزلة بتاعته صعبة, زاوية حادة كده شوية, لكن ده مش بتحس بحاجة, بتطلع سموث لحد ما توصل لفوق خالص. الطريق كله زي ما انتم شايفين كده الشجر ده, والجبال بأشكالها وأنواعها وأشكالها المختلفة حلوة جدا. أنا شفت جبال قبل كده بس بصراحة ده كان مختلف شوية, مختلف حتى في طبيعته, مختلف في ألوانه. كان الغالب عليه اللون البرتقاني أكتر من أي لون تاني. الواحد دايما بيشوف الصخر والأسود والرمادي, لكن ان انا اشوف الجبل يكون عاطي على لون الشمس لما وهي بتغرب واخد لونها وحمرتها كده, كان حلو قوي قوي قوي. انا هسيبكم على الفيديو تتفرجوا عليه. وعملنا اكتيفيتيز فوق, شوينا ذرة. احنا ما كناش ناويين نشوي فوق بصراحة, لان احنا كنا رايحين اللي هو نغير جو في السريع يعني, فشوينا ذرة بس وكستنا وبس, وشربنا قهوة عربي, غيرنا جو, الولاد لعبوا وانبسطوا واحنا غيرنا جو بشكل مختلف, وقضينا اول يوم في السنة بشكل جديد. الجزء الاول ده كله هتحس ان هي منطقة جبلية عادية, عادي 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 عادي, بس من بعد ما نبدأ نطلع هتلاقوا حتى لون السماء تحسوه ازرق, والجبل اورنج, تحسوا الالوان قوية, مش مجرد الوان عادية. انا مش حاطة فلتر خالص, دي الالوان زي ما احنا شايفينها كده على الطبيعة يعني, فسبحان الله بجد يعني, صور فابدع زي ما بيقولوه. شايفين السماء بدأ لونها يغير اهو, وكل ما هنبدأ نطلع لفوق هتلاقوا السماء كأنها حاجة كده متلونة بالإيد من كتر ما هي حلوة, من كتر ما هي ألوانها صريحة وألوانها حلوة وصافية ورايقة, هتحسوا إن هي حاجة تقولوا إيه ده يا جماعة, لأ ده فوتوشوب. سبحان الله والله. أتمنى إن أنتوا تنبسطوا بالفيديو إن شاء الله.
وانا هسيبكم معاه بقى في صمت او تسمعوا مزيكا. انا هحط مزيكا هادية هنا على الفيديو وهحط بلاي ليست تحت للاغاني اللي انا بحب اسمعها في الحاجات اللي زي دي، علشان طبعا حقوق النشر والتوزيع واليوتيوب اللي مانع ان احنا نحط الاغاني اللي احنا عايزينها على الفيديوهات اللي احنا بنحبها. فاتمنى ان انتوا تنبسطوا ان شاء الله. سيبوا رايكم في الكومنتات وكملوا الفيديو للاخر، علشان كل ده انتوا لسه ما شفتوش حاجه. باي باي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.
Thank you.
Woo!